الفرق ما بين عالم ما التقليد هو اتباع العالم على هذا لا على وصيه، لأن مثلا العالم يقول هذا حرام، بيقول المقلد آمين، فأعرف ليش حرام؟ ما أعرف، هذا غير موجود في الإسلام إلا عند الضرورة، لكن يعرف العالم لما حرم الشيء هذا أخذ من القرآن أو من الحديث أو من الاجتهاد الذي هو إجماع الأمة عليه أو قيمة الاجتهاد منهم، فإذا كان من الآية والحديث لم يجوز لهذا المقلد مخالفة حكمه، لأن هذا الحكم قائم على الكتاب والسنة، وإن كان من اجتهاد العالم فبيجوز يخالفه لأنه بيسأل عالم ثاني بيعطيه رأي ثاني، فبيتبع عندئذ الرأي اللي بيترجع عنده، ولهذا قال عليه السلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. التقييد اللي هو الانطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الإسلام، لذلك قال بعض العلماء لا فرق بين رجل يقلد وبين بهيمة تقال، بهيمة تقال ما تعرف هذه بهيمة تقاتل المرعى الخصب أم إلى ذبح، هذا المقلد يقال له هذا حرام يقول حرام، هذا فرق يقول فرق، لكن ما التسجيل لا يعرف الدليل، فهذا كالبهيمة التي تقاتل. نعم. هذا الشيخ بالنسبة هو علما وهذا من الزاويات ويجمع الكل في علم العمارة، نحن العمارة يعني تبقى أو يعني أو تجري أو هذا علم عند علم هذا ما عنده هذا لا علم عنده، لأن العلم يقول أن الرسول عليه السلام كان جالسا بين أصحابه فخط خطا مستقيما وخط خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم، ومثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال عليه السلام مبينا هذا صراط الله وهذه الطرق، وعلى كل صراط منها شيطان يدعو الناس إليه، هذا عالم يقول طريقة الثانية وطريقة الثانية وقصود الفور طريق واحد، هذا ليس بعض، لكن الناس بيتوهموا عالم يقول أنا عالم